لكن دعنا نتحدث عن لمحة تاريخية. وأيضا نشرك معنا الأستاذ فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام في هذا الجانب. يعني دعنا يعني نوضح للمشاهد الكريم تلك العلاقة التاريخية بين اليمن كحالة اغتراب وبين جغرافية اليمن والمملكة كموطن لهذا الاغتراب. أولا مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام والسادة المشاهدين. حقيقة هذا الموضوع مهم جدا. أولا دعني أقرر حقيقة مهمة جدا بأن اليمنيين عبر تاريخهم لم يخرجوا من بلادهم بطرا ورئاء الناس، خرجوا إما فاتحين وإما مهاجرين وأسسوا حضارات أينما حلوا. وفي المملكة العربية السعودية طبعا كبلد جار وأخ وشقيق، ودعني أقول شيء واحد، عندما نتحدث عن العرب كجنس فنحن نتحدث عن أبناء الجزيرة العربية، لكن عندما نتحدث عن العرب بمفهوم الانتماء والهوية الثقافية اللغة كل الدول العربية، لكن العرب كجنس هم أبناء الجزيرة العربية من شمالها إلى جنوبها. هذا شيء مهم جدا. وأما المغترب اليمني هنا فالنظرة له منذ أول يوم، ورحم الله يعني مختلفة تماما. رحم الله الأمير سلطان بن عبد العزيز، أنا قابلته ذات يوم مع وفد من الجالية اليمنية وتناقشنا في هذا، فقال اليمني هو الذي بدأ معنا في عملية التنمية منذ الأساس. نعم. وما كان عندنا أي عمالة أخرى، قال ولكن اختلفت الآن شروط السوق السعودية، لم تعد شروط العامل الحجر والطين، فاضطرنا يعني في شعوب أسبق مننا ومنكم، يعني قال الفني الكهربائي الفني الكذا الفني الكذا، أصبحنا استعنا بعمالة أخرى، ولكن الفضل الأول والأخير للعمالة اليمنية. وموقف آخر يعني الدكتور أحمد السالم وكيل وزارة الداخلية، كان هناك لجنة مشتركة وكنت عضوا فيها لتصحيح أوضاع اليمنيين، ومر علينا 280 ألف حالة كلهم بصموا ولم تظهر على أي حالة منهم عملية إجرام أو فساد أو على المهم مخالفة في نظام الإقامة فقط. فالدكتور أحمد السالم قال كلمة مهمة جدا ولازلت أحتفظ بها وأفتخر بها، قال انظروا إلى أصالة الشعب اليمني، هذه 180 ألف حالة، قال كنا نتوقع يعني لو هو الشعب آخر إنه حصل منهم أشياء كثيرة جدا وجرائم وإلى آخره، خاصة وأنهم يعني مخالفين لنظام الإقامة. قال وهذه الأعمال التي تكون مخالفة في أي بلد يأتي من وراءها كل المصائب، ولكن أصالة اليمني ومعدنه الأصيل وأخوته جعلته فقط يعني يبحث عن لقمة العيش فقط، وتم تصحيح وضعهم بسلام. فهنا في المملكة العربية السعودية اليمني لا يشعر بالغربة، ولهذا أحيانا يعني أنا أقولها حقيقة أن اليمني هنا يتطلع إلى العيش مساويا للسعودي، نقول له يا أخي تواضع، أنت مغترب وأنت في غربة، يقول لك لا يعني يعيش ندا للسعودي في كل الحقوق والواجبات، والأخ والأشقاء يتفهموا هذا الشيء ويتقبلوا. فطبعا بعيدا يعني كما قلت المغتربين المهاجر اليمني أينما ذهب أسس حضارة ويعني وكفى بنا أنه تحول نصف مليار مسلم ودخلوا في الإسلام عبر سلوك المهاجر اليمني.